السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة في معرض الكتاب. مش باين؟ باين اهو معرض الكتاب. احنا في معرض الكتاب حتى الكتاب اهو والله. وقلنا نعمل لكم بلوج. معرض الكتاب فيه حاجات حلوة بس زحمة. في خصومات حلوة بس هو زحمة قوي. يعني عشان تيجوا سحلة. وبعدين احنا اكتشفنا لما رحنا ان هو مش في مدينة نصر وما نقلوا التجمع. فروحنا وبعد كده في طريق ان ايه يا جماعة بعد المشير طنطاوي. يعني خلصوا سور جامع المشير طنطاوي وجنب السور. وبيعملوا عروض حلوة قوي اهي. وكده هنكمل باقي الفلوج ونقول لكم كل حاجة شفنا. بصوا شويه كتب حلوه هوريها لكم برده في اخر الفلوج. واحلام هناك اهي راحت تاكل وتسيبني. احلام راحت تجيب الاكل ورميتني. رميت الكلب الاقرب. شوفوا ده كتاب حرق الدهون في 30 يوم. الكتاب ده هنطلع الدهون على جنب ونجيب ولاعه ونحرق الدهون. ممكن بقى اجيب ده علوم الاطعمه التجريبيه. ليه؟ عشان اتوسع واعرف فايده وقيمه الطعام اللي انا باكله. واسيب انا حرق الدهون هنا لاي حد ممكن بقى يجي ياخد. او ممكن اجيب التغذيه المثاليه. كيف تجعلين طعام اسرتك مساعدا على الشفاء ومقويا للمناعه؟ لا 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 ده اكلات الرجيم العالميه. شكله حتى بص رفيع كده. لا يلا بصوا الطهي والحلويات الاكلات. لا خلينا نجيب. هو طريقه عمل صينيه البيض بالعدس. البيض المقلي، البيض بالسجق، البيض بالشكشوكه. تعالي يا احلام شوفي الكتاب ده. بصي
طريقة عمل صينية البيض بالعدس، طريقة عمل الشكشوكة، طريقة عمل البيض المقلي بالسجق. طب حلو ده، خديه ينفعني. انا قلت ان هو ينفعني برضه. استني بصي بقى، في عندك رز بالخلطة، رز اورينتال، رز محمر محمر، رز باللحمة، ورز بالكشك. طب حلو ده، حلو قوي. اليوتيوب ما خلاش حاجة. لا بس اليوتيوب مش هيقترح عليا الأطعمة دي. اه صح. جامدين قوي الكتب دي، جامدين قوي، ما بيتكسروش يعني. بصي اخيرا وصلوا لكم في توابيت. لا لا الا الله، قصص حلوه، قصص حلوه، قصص حلوه، روايات حلوه وشعر و ما شاء الله. بس هو بيلعب مكانك انت عجبك عشان عليه اسمك صح؟ لا ده ما فينا واحد احلام تصطدم بالسقف. احلام هوبا تصطدم بالسقف. بس لما نشوف الروايه احلام دلوقتي هتشوف الاحلام اصطدمت في انهي سقف بالظبط. لا بس انا ما بحبش الاحباط. ما بتحبيش الاحباط؟ يعني عايزين تعرفوا ثقافات الدول الاخرى. تعالوا يا جماعه نروح لمصر، احنا هنا بقى لسه هنا في الصين. ماشي، كنا ورا في اوكرانيا، دلوقتي يا جماعه احنا رايحين مصر. ادعوا لنا نوصل بالسلامه. يا مصر كبيره قوي وزحمه قوي زي ما هي في الواقع. يعني بصوا كل بارتيشن في حته صغننه، وقاعدين واحده بس اللي قاعده او واحد في البارتيشن وخلاص. بصوا مصر عظيمه، يا مصر عظيمه، يا مصر انت وعيالك وشبابك. الله يا معلم، ازرق فيها ايه بقى؟ ما فيهاش كتب، فاهمه؟ الالعاب التربويه، ونهتم بالاشغال اليدويه، على هياكل العزم. خش يا حبيبي يلا كتب الاطفال. يلا يا جماعه نشوف مصر، عظمه مصر وجمال مصر. العب لا يا حبيبتي، العب لا يا ماما. احنا يا جماعه خلصنا اليوم، خلصنا معرض الكتاب. احنا ما قاعده بناكل طبعا عشان جبنا مجموعه، فطبعا لازم نجيب اكل. ما ينفعش نروح كده. البني ادم الطبيعي المفروض ما يروحش على لحم بطنه، لازم ياكل عشان يتقوض كده ويتغذى. ان شاء الله نعمل لكم فلوجات كتير قوي نكون بناكل فيها، عشان دي بتبقى احلى فلوجات في الدنيا. هل عندك اي كلمه عايزه تضيفيها؟ بس الفلوج ده 50,000 لايك. بصي كده، وصل الفلوج ده 50,000 لايك. وان شاء الله هنعمل لكم فلوجات كتير قوي 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 قوي. باي باي.